أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. للمكان الأردني حضور كبير في ذاكرة التاريخ، وقد شهدت بهذا الحضور المصادر العلمية منذ بدء التدوين، كما جادت هذه المصادر بأسماء مئات من أعلام الرجال والنساء الذين نسبتهم إلى عدد من مدننا الأردنية، وستكون لنا وقفات مع سير بعضهم في كل حلقة. لولا الإله وأهل الأردن اقتسمت نار الجماعة يوم المرج نيرانا. أيها الفضلاء، أيتها الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها أنتم أولئك تتابعوننا في هذا البرنامج، فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي سنصرف الحديث فيها عن ابن القف الكركي الطبيب المسيحي، ثم عمن سمي بابن الكركية، وبعد ذلك عمن نسب إلى بلدة كفر الماء. نبدأ بيعقوب بن إسحاق الكركي وهو ابن القف. يترجم له إسماعيل باشا البغدادي فيقول: ابن القف أبو الفرج يعقوب بن إسحاق الكركي المسيحي المعروف بابن القف الحكيم، وهو الملقب بأمين الدين، مات بدمشق في سنة 85 و600. من تصانيفه الأصول في شرح الفصول لبقراط، جامع الغرض في حفظ الصحة ودفع المرض، الشافي في الطب، شرح كليات القانون لابن سينا، عمدة الإصلاح في عمل صناعة الجرح. أيها السادة، نبدأ الحديث عمن سمي ابن الكركية. مرحبا بكم، أنا علي بن عبد الرحمن الشهير بابن الكركية. علي بن عمر بن عبد الرحمن الشهير بابن الكركية، يترجم له النجم الغزي فيقول: علي بن عمر بن عبد الرحمن الشيخ الأصيل علاء الدين الشهير بابن الكركية، خطيب جامع الطنبغ العلائي بحلب، توفي في رجب في سنة 52 و900. قال ابن الحنبلي واتفق له في آخر خطبة خطبها أن قال: رزق مقسوم وأجل معلوم وعمر بالموت محتوم. والآن أيها السادة، سنتكلم على ثلاث شخصيات عرفوا بابن الكركية. محمد بن أحمد بن الكركية. يذكر الذهبي أنه قد روى عن يوسف بن إبراهيم بن يوسف الحصكفي فيقول: يوسف بن إبراهيم بن يوسف الفقيه الإمام زين الدين أبو الحجاج الكردي الحصكفي الشافعي، روى عنه الشيخ زين الدين الفارقي وأبو علي بن الخلال والبدر أحمد بن الصواف ومحمد بن أحمد بن الكركية وجماعة سواهم. المحيوي بن الكركية. يورد بن طولون ذكره في حوادث شهر رجب من سنة 18 و900 فيقول: وفي هذه الأيام ورد كتاب من المحيوي بن الكركية الحريري من مكة، ذكر فيه وفاة جماعة منهم ابن غنائم من العنابة، ومنهم شمس الدين الطواقي المذكور، ثم تبين الكذب عنه.
وصح عن الأول، وتاريخ الكتاب في الخامس من ربيع الآخر منها. والآن نبدأ الحديث عن ثلاثة من الكرام نسبوا إلى مدينة كفر الماء. وقبل هذا نريد كلمات عرف فيها السخاوي هذه البلدة فقال: قرية بين عجلون وحبراس. إبراهيم بن سرايا الكفرماوي يترجم له ابن حجر العسقلاني ضمن من مات في سنة 86 و700، فيقول: إبراهيم بن سرايا الكفرماوي الدمشقي الشافعي المعروف بالحارمي، عرف بذلك لكونه ولي قضاءها، اشتغل كثيرا وناب في الحكم عن أبي البقاء. قال ابن حجي: كانت عنده فضيلة ويستحضر الحاوي الصغير، وناب في عدة بلاد، مات في ذي القعدة. حازم الكفرماوي يورد ابن حجر العسقلاني ذكره في أثناء ترجمة فرج بن عبد الله المغربي الصفدي، فيقول: وأخذ عنه الشيخ جمال الدين شبيب الغزي وولي الدين المنفلوطي وريحان الدمشقي وأبو بكر بن نبيه العجلوني وحازم الكفرماوي. عباس بن عبد المؤمن بن عباس الكفرماوي يترجم له ابن حجر العسقلاني ضمن من مات في سنة 84 و700 من الأعيان، فيقول: عباس بن عبد المؤمن بن عباس الكفرماوي الحارمي قاضي جب عسال، ولد قبل 20 وحضر عند الشيخ برهان الدين بن الفركاح، واشتغل قديما وولاه السبكي الكبير قضاء الخليل، وسمع من الجزري وابن النقيب، وحدث وتولى عدة بلاد، ثم ناب بدمشق عن ولي الدين ابن أبي البقاء، ولي قضاء صفد في رمضان سنة 80 ومات في رجب. والآن اسمحوا لنا أن نتكلم على رجل من القيمة بمنزلة، وهو ينتسب إلى مدينة كريمة في الأردن هي المفرق، التي كانت تسمى قديماً الفدين. هذا الرجل هو سعيد بن خالد بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان القرشي الأموي العثماني الفديني، من أهل قرية الفدين. خرج أيام المأمون وادعى الخلافة بعد أبي العميطر أو العميطر، وجعل يطلب القيسية ويقتلهم ويتعصب لليمن، فوجه إليه محمد بن صالح بن بيهس أخاه يحيى بن صالح في جيش، فلما صار بالقرب من حصنه المعروف بالفدين هرب منه العثماني، فوقف يحيى بن صالح على الحصن حتى هدم وخرب زيزاء ونهبها، وتحصن العثماني في عمان، فلم يزل يحيى بن صالح يحاصره ويحاربه حتى أجلاه، فصار إلى قرية حسبان وبها حصن حصين فأقام به وتفرق عنه أصحاب. أيها الأحبة، شكرا جزيلا لحسن استماعكم ومتابعتكم ومشاهدتكم، وفي الحلقة القابلة إن شاء الله سنختم الحديث بالإشارة إلى بعض من نسبوا إلى مدينة معان وإلى مدينة ملكة وإلى مدينة الموقر. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده وديعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.